بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وأنعم. مدد يا رب مدد بلا حصر ولا عدد من الأمل إلى الأبد. اللهم أمدنا بمدد الأمداد، اللهم أمدنا بمددك ومدد رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم أمدنا بما أمدت به رسولك الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم اجعلنا أسعد خلقك بك وبرسولك صلى الله عليه وسلم، وأحب خلقك إليك وإلى رسولك صلى الله عليه وسلم، وأفرح خلقك بك وبرسولك صلى الله عليه وسلم، وأعلم خلقك بك وبرسولك صلى الله عليه وسلم، وأقرب خلقك إليك وإلى رسولك صلى الله عليه وسلم. وانزلنا منازل الصديقين من غير حول منا ولا قوة، وإنما بحولك وقوتك وجودك وكرمك وتفضلك علينا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تقطع عنا مددك ولا تقطع عنا رفدك. اللهم لا تقطع عنا مددك ولا تقطع عنا رفدك. وانزلنا منازل الصديقين من غير حول منا ولا قوة. آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وأنعم عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا بهم وعنا معهم يا أرحم الراحمين. آمين. والحمد لله رب العالمين. أما بعد، نقرأ في كتاب أيها الولد المحب للإمام حجة الإسلام الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعنا به وعنا معه. قلنا: اعلم أن الأصل في خلق الإنسان القيام بحق الألوهية لله تعالى، هذا الأصل اللي بيدعو عليه كل شيء. ولذلك لما يتكلموا عن الطريق إلى الله تعالى بيقول إن الله مقصود الكل، فالواحد يقصد ربنا، فالله مقصود الكل. حتى الكافر يقصد ربنا إذا إيه ألم به شيء ونزل به نزلة فيقصد الله تعالى، دعوا الله مخلصين له الدين. فده المراد إن احنا نتفهم هذا الطريق ويبقى واضح قدامنا ويبقى دي مقصدنا. وكما قلنا إن الذرة من أعمال القلوب تعادل الجبال من أعمال الجوارح، فيكون أن الله تعالى يقيمك في طاعته بظاهرك ويجعل قلبك متعلقا به مخلصا له، فهو ده الكمال والحال الذي يريد أن يقبلك، الحال الذي يقبلك الله تعالى به ويرتضيه لك كعبد من عبيده أو من عباده. قال الإمام الغزالي: أيها الولد، كم من ليلة أحييتها بتكرار العلم ومطالعة الكتب، وحرمت على نفسك النوم، لا أعلم ما كان الباعث فيه، إن كان نيل غرض الدنيا وجذب حطامها، إن كان نيل غرض الدنيا وجذب حطامها وتحصيل مناصبها والمباهات على الأقران والأمثال، فويل لك ثم ويل لك. وإن كان قصدك فيه إحياء شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وتهذيب أخلاقك وكسب النفس الأمارة بالسوء، فطوبى لك ثم طوبى لك. ولقد صدق من قال شعرا: سهر العيون بغير وجهك ضائع، وبكاؤهن بغير فقدك باطل. طيب، يتكلم عن إيه؟ دايما تنتاب الاعمال الظاهره للجوارح ينتابها الرياء، الا لو كان الانسان يعملها في خاصه في نفسه بينه وبين ربه، زي ما كان يقول الشيخ محمد رشيد، محمد رشاد، كان يصلي ركعتين في الليل لا يطلع عليه احد، لا زوجه ولا اولاد ولا حاجه كده، يبقى ده اقرب للخلوص. فغالبا ما تكون اعمال الجوارح تصاب بنوع من الرياء او العجب او ايه امراض القلوب، لكن الاعمال الباطنه وهي اعمال القلوب لا تصاب بذلك، لانها لا يطلع عليها احد الا الله سبحانه وتعالى، ولا الملك ولا الملائكه ولا الشياطين تطلع عليها. فيقول: كم من ليله احييتها ايها الولد، يعني تلميذه ده، بتكرار العلم ومطالعه الكتب، يعني هو
طبعا من طلب العلم لا عائد عائد فرض عين او فرض كفايه كما كنا نقرا. فكل ما كلف به الانسان على اولا خذوا قاعده وهو ايه؟ ان العمل ياخذ الحكم العلم ياخذ حكم العمل. العلم ياخذ حكم العمل. فاذا كان العمل ده فرض عين يبقى العلم بتاعه فرض عين، الصلاه فرض عين يبقى تعليم احكام الصلاه فرض عين، وتعليم رؤوس المسائل فرض عين في الصلاه. فاذا كان العمل ده فرض كفايه ها يبقى علمه فرض كفايه، اذا كان العمل ده مندوب يبقى علمه مندوب، العمل ده مكروه يبقى علمه مكروه، العمل ده حرام يبقى علمه حرام اصلا، زي تعلم السحر. ففعل السحر حرام وتعلم السحر حرام. خلاص؟ فكما يقول الامام النووي في مقدمه المجموع ها كل ما وجب على المكلف فعله وجب عليه علمه. ده كأي فرع من القاعده اللي انا قلتها دلوقتي في ان الحكم ان العمل العلم ياخذ حكم العمل. فهنا بيقول الامام طبعا ده من فروض الكفايات، واختلف العلماء في من قام بفرض الكفايه هل يبقى يصير فرض عين عليه المضي فيه والاستمرار ام لا؟ هو الاقرب ان يكون فرض عين عليه لتمكنه. بمعنى ايه؟ واحد انشغل بتعليم الناس خلاص؟ فكان اصلا تعليم الناس ده فرض كفايه في اصله جميع العلوم. فلما العلوم الشرعيه المباحه او العلوم عموما المباحه او المندوبه فهي من فروض الكفايه، حتى علم الهندسه فرض كفايه، علم الطب فرض كفايه، بل العلوم التي قد تصاب بشيء من الدناءه علم الكنس فرض كفايه، لان الامه لا تستغني عن كناسين ينظفون الطرقات والشوارع. ها؟ نظفوا افنيتكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نظفوا افنيتكم، يعني الفناء هو مكان امام البيت تنظفه، فده مامور به شرعا على سبيل فرض الكفايه. لو مش موجود كناسين كافيين يبقى تاثم الامه. فكل العلوم دي يجب الاعمال بتاعتها فرض كفايه، يبقى هي فرض كفايه، يبقى العلم بتاعها فرض كفايه. فقيام الانسان بفرض الكفايه في وجهين، وجه يقول بتعين ذلك عليه لانه شرع فيه ها وانه يقوم بفرض الكفايه، ووجه اخر يقول لا بعد التعين، تعين يعني اصبح فرض عين عليه ان يتعلمه وان يقوم به. كم من ليلة أحييتها بتكرار العلم ومطالعة الكتب يعني على سبيل فرض الكفاية أو فرض العين بأنك تلبست به، وحرمت على نفسك النوم. لا أعلم ما كان الباعث فيه، أي ما الدافع لذلك، الدافع القلبي لذلك ما هو؟ إن كان نيل عرض الدنيا وجلب حطامها وتحصيل مناصبها والمباهاة على الأقران والأمثال فويل لك ثم ويل لك. يبقى كده داخل في العقوبة والإثم. إن كان نيل عرض الدنيا، أنت بتتعلم العلوم الشرعية لنيل عرض الدنيا. زمان هذا كان متخيل في أيام الإمام الغزالي. ها؟ متخيل كثير إن هو يعمل ذلك ها لأجل الدنيا، بل وقبل كده وبعد كده. ليه؟ لأنه كانوا يفضلون ويعظمون أهل العلم وطلبة العلم، الطلبة حتى يعظمون. حتى انه كان طبعا ليس الاكل متوفرا كما هو متوفر الطعام والشراب الان. فكان الامام الغزالي في اول سلوكه في طلب العلم الشرعي العلوم الظاهره ذهب الى المدرسه ليتحصل على الجرايه، اي الاكل الوجبه اللي بتصرف له وجبه وهو في المدرسه. فذهب الاول عشان ما كانش لاقي ياكل للمدرسه عشان ياخذ الجرايه والاكل الطعمه دي او كده. وبعدين قال في الاخر طلبنا العلم لغير الله فابى الا يكون الا لله. هو كان بيقدر عشان الجرايه اولا، فتلاقي الناس ايه بتقبل على هذا عشان منها تكون منفعه دنيويه. هو طبعا الاول الامام الغزالي ما قصدش ان هو راح عشان ياكل وهو مكتفي. لا ده راح عشان ياكل لانه قد لا يجد طعام. ها فذهب كده فاخذ يستمع للكلام متعلم، وابتدى العلم ايه يصرفه عن النيات القبيحه من ايه انه يذهب الى امور الدنيا. فإذا كان عرض الدنيا فكان الطلبة يذهبون إلى المدارس والعلماء من أجل تحصيل الراتب ها أو الجراية أو المأكل والمشرب، فده مقصوده هنا أمر دنيوي، فكان ينتشر ذلك.
وأيضا قليلة في عصور قريبة أيضا من يعني قالوا في أحد البلاد في شمال أوروبا أو شمال آسيا إن كان العلماء لهم مهابة عظيمة فأصابهم الكبر والعجبي، كان ذلك سبب سقوط هيبة العلماء عند الناس وذلك سقوط الدولة وأنها صارت إلى غير دين الإسلام. فإن كان قصدك أي باعثك نيل عرض الدنيا وجلب حطامها أي تحصيل الدنيا وتحصيل مناصبها إذا عالم أو طالب علم فيبقى مميز، والمباهاة على الأقران الأمثال أنك تتباهى أمام الأمثال أمام طالب علم وأنت طالب علم فتتباهى عليه، والمباهاة على الأقران والأمثال التفاخر يعني المباهاة معنى التفاخر، فويل لك ثم ويل لك أنت بعيد عن طريق الله تعالى وأنت تأثم بكل نية من النيات دي وحدها، فكل نية من هذه النيات هي إثم بمفرده إذا قصد به الإنسان تحصيل العلم من أجله. وقد ورد الحديث في هذا المعنى من تعلم العلم ليباهي يئن السفهاء، يعني حديث ورد في هذا المعنى أنه في الزجر عن هذا المعنى. وإن كان قصدك فيه إحياء شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أنك تحيي الشرع النبوي خلاص وتهذيب أخلاقك أن تتربى أنت على الشرع الشريف وكسر النفس والأمارة بالسوء تقيمها وتقطرها على القيام على شرع الله تعالى فطوبى لك ثم طوبى لك أي طوبى شجرة طوبى شجرة في الجنة أو إنها ثواب في الجنة يعني. ولقد صدق من قال شعرا سهر العيون لغير وجهك ضائع وبكاؤهن لغير فقدك باطل، كأنه هذا ورد في وصف الرجل يتغزل في امرأته فيحمل على معنى عالي، سهر العيون لغير وجهك يا رب العزة يبقى السهر ده ضائع خلاص، وبكاؤهن بكاء العيون لغير فقدك باطل، بكاء العيون لشكوى البعد عن الله تعالى مش البعد عن الحبيبة فهذا يحمل دايما المعاني دي تحمل على المعاني زي ايه؟ اما يجي يقول شرب المدام اللي هي الخمر لا انا الصالحين يقصدون ايه؟ يقصدون المعاني الضائقة بشرب المدام ده ماشي؟ فده بيت شعر يرد قد يكون في الغزل العفيف الا انه مقصود به المولى عز وجل خلاص؟ سهر العيون لغير وجهك ضائع وبكاؤهن لغير فقدك باطل، إذا سهرت على غير وجهك يا رب يبقى السهر ده ضائع، وإذا أنا بكيت لغير قصدك فأيضا بكائي باطل. راحت الحكمة دي، في أي سؤال فيها؟ قال أيها الولد عش ما شئت فإنك ميت وأعبد من شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك مجاز به أو مجزي به فإنك مجزي به. نعم. قال وده ورد في حديث يعني كلام الإمام الغزالي من توفيق الله تعالى له أن تلاقي بعض كلام الإمام الغزالي أحاديث بدون هو ما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حاجة، إنما إيه؟ نتيجة اختلاطي بالشرع وأن الشرع الشريف ظاهرا وباطنا أصبح له طبيعة وسلية وملكة أصبح يتكلم كأنه يتكلم فيوافق كلام الشارع عليه الصلاة والسلام أو كلام رب العزة. فيقول عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه، في حديثنا أحبب من شئت فإنك مفارقه خلاص دورت في حديث وعش ما شئت فإنك ميت وأعمل ما شئت فإنك مجزي به، عش ما شئت من العمر ففي الآخر نهاية الموت تلقى الله تعالى، وأحبب من شئت مهما تحب الشيء لا يقتضي شدة الحب ألا تفارقه بل ستفارقه خلاص، كل محبوب يفارقه صاحبه
أو محبوب. واعمل ما شئت فإنك مجزي به، كل الأعمال التي تعملها سواء بقلبك وجوارحك أنت تجزى عليها بعد ذلك. أيها الولد، أي شيء حاصل لك من تحصيل علم الكلام والخلاف والطب والدواوين والأشعار والنجوم والعروض والنحو والتصريف غير تضييع العمر بخلاف ذي الجلال؟ إني رأيت في إنجيل عيسى عليه الصلاة والسلام قال: من ساعة أن يوضع الميت على الجنازة إلى أن يوضع على شفير القبر يسأل الله بعظمته 40 سؤالا. أوله يقول: عبدي طهرت منظر الخلق سنينا، وما طهرت منظري ساعة، وكل يوم ينظر في قلبك يقول: ما تصنع لغيري وأنت محفوف بخيري؟ أما أنت الأصم لا تسمع؟ أيها الولد، أي شيء حاصل لك؟ قلنا للإمام الغزالي المرة السابقة كان يمر بالمجالس التي كان يدرس فيها الفقه والأصول والحديث والنحو واللغة والعلوم الشرع، هو المنطق وأصول الدين وأصول الفقه، يمر على تلك المجالس ويقول: إيه هذه؟ مجالس كنا نعصي الله فيها. فقلنا أن هذا من باب سيئات حسنات الأبرار، سيئات المقربين، أنه انتقل وارتفع في درجة وهي إيه؟ تحقيق إيه؟ صرف النفس عن السوى، ها؟ تحقيق أن يقوم بأنه لا يلتفت إلى سوى الله تعالى وإلى الأغيار. فلما قام في ذلك المقام، أقام الله في ذلك المقام، أخذ ينظر إلى الأعمال اللي هي فرض عين أو فرض كفاية على أنها إيه سيئات. فكان يقول إيه لما يمر بالمجالس التي كان يدرس فيها العلوم الشرعية، يقول: هذه مجالس كنا نعصي الله فيها، بمعنى الارتقاء وليس بمعنى المعصية الحقيقية. كما قلنا إن سيئات الأبرار حسنات الأبرار سيئات المقربين، فهو أصبح من المقربين نحسبه كذلك ونزكي على الله، وأن انفرد قلبه صار يجاهد قلبه حتى أصبح قلبه ناظرا إلى الله فقط، لا ينظر إلى سوى الله أو إلى غير الله تعالى، وأن انتفت عنه الأغيار والسوى، فأصبح في المقام العالي، مقام الشهود، مقام إيه؟ الصديقين. فبيقول أي شيء حاصل لك من تحصيل علم الكلام والخلاف. علم الكلام معروف له علم التوحيد، علم الكلام اللي هو علم التوحيد، علم أصول الدين، ماشي. والخلاف نوع من أنواع العلم اللي هو علم المناظرة والخلاف، اللي هو ينبني على إيه؟ العلم بالمذاهب الفقهية والاختلاف فيها، والمناظرة النظر والخلاف، علمين: علم النظر وعلم الخلاف. والطب والدواوين، دواوين الشعر وما إلى ذلك، أو دواوين الكتب والعلوم. والأشعار والنجوم، علم النجوم، علم النجوم فيه جزء محرم وجزء واجب، ها اللي هو يعني عندما يتعلم المنازل ومطالع القمر والشمس حتى يدرك مواقيت الصلاة، ده علم من أنواع علم النجوم، إلا أنه واجب شرعي من فروض الكفايات، خلاص. وفي علم اللي هو الثاني اللي هو علم الآخر، وهو أنه يكون منجم، أنه بيتتبع إيه؟ ده حرام. الحذاء، من كان هرقل حذاء أن ينظر في النجوم فيعلم منازلها ومطالعها وما إلى ذلك. والعروض، وهو من أبواب علم اللغة اللي هو علوم اللغة، العروض اللي هو أوزان الشعر، اللي هم 16 بحرا بحور الشعر التي يوزن عليها الشعر فيعرف إذا كان فيه أنه شعر عربي صحيح، أو إذا كان مكسوف فيكون إيه ليس صحيحا من العربية. والنحو والصرف والتصريف اللي هو الصرف يعني، غير تضييع العمر بخلاف ذي الجلال. ان العلم بالاشياء دي بيعتبر الشيخ الغزالي في اخر حياته تضييع للعمر، خلاص. لكن قلنا دي من فروض الاعيان والكفايات، خلاص، دي فرض كفايه، فانت تقوم برفع الحرج عن الامه بتلك العلوم، خلاص. علم الاشعار، ها ده حتى تتعلم المعاني الفاظ اللغه، فكانوا يدركون معاني الألفاظ اللغوية، ها، من إيه؟ من أشعار العرب. ما
يقصد بهذا اللفظ في معناه؟ بيرجع لابيات الشعر في الجاهليه او لما يستدل به كما قال سيدنا نور الدين يستدل به الى القرن الرابع، فما زال القرن الثاني ها يستدل بكلام الشعراء الى القرن الثاني، لان كان لسه ما دخلش الحكم عليهم ولا اختاروا، فالشعراء اللي عايشين في البدو كانت سلقتهم سليمه في الايه؟ في اللغه العربيه، فما حصلش عندهم اللحن. مثال ذلك كان طفله صغيره عندها 6 سنين 7 سنين، فكان الشيخ يعلمها تبت يدا ابي لهب وتب. خلاص؟ نفكوا فائده كده في التكوين. هنا يعني تبت يدا ابي لهب وتب، لازم تقول وتب، ما تقولش وتب وتب. لا، لازم تشدده. لكن اللي بعدها مخففه. تبت يدا ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. لكن الاغنيه عشان الباء مشدده فتقول تب. واضح؟ وافترقها عن بقيه الباقي. ها؟ ما أغنى عنه ماله وما كسب، مش مشددة الباء، ها؟ سيصلى نارا ذات لهب، برضه مش مشددة، الباء مش مشددة، لكن ما تيجي مشددة يبقى بتحركها وتشددها، تب. خلاص؟ اللي سهل هذا الموضوع. علم يعني العرب كانت تستدل على المعاني بالألفاظ الواردة في الشعر العربي الفصيح. خلاص؟ وهذا الشعر يعتد به لغاية القرن الثاني الهجري. وبرضه استمرت العربية في تمكنها لغاية القرن الرابع الهجري. فكان في واحد بيحفظ صبية صغيرة 4 سنين 5 سنين 7 سنين، يقول لها بحفظها تبت يدا أبي لهب وتب. فالبنت نتيجة إن هي عربية فصيحة، الشيخ بيقول لها إيه؟ قولي تبت يدا، فتقول تبت يدان، لأن ده واقف على لازم تجيب المضاف إليه. فنون إثبات. يقول لها تبت يدا عشان علم المقطع ده بس. تبت يدا مش عارفه تنطق غلط، وهي عندها 7 سنين او 5 سنين في بيئه سليمه سليقه عربيه فصيحه، فده اللي يفهم بيه الكلام. فده حفظ الشريعه، يحفظ الشريعه بالاشعار بتاع العرب لانها فيها المعاني وفيها الاوزان. وياتوا بالاوزان اللي هم علم العروض ده اللي انشاه الخليل بن احمد الفراهيدي، ها؟ وزن الشعر على 16 بحرا من بحور الشعر، وكان يقارن بقى الشعر، فلو الشعر كان موزون يبقى من شعر العرب الصحيح، لان العرب لا تأهل ولا تكسر الشعر، واذا كان الشعر مكسور عن الوزن يبقى ليس من كلام العرب ولا يصلح الاستدلال به. والنحو والتصريف لا تصلح هذه العلوم، يعني نقول ان العلوم دي مش كانت العلوم مع بعضها، ان دي علوم متضايفه، فلا يستغني الحديث عن اللغة ولا عن الصرف ولا عن البيان ولا عن البلاغة، ما يستغنيش الحديث النبوي عن كده، لأن لا يستقل بفهمه إلا بأن تفهم تلك العلوم، فدي علوم مضايفة، أصول الفقه هكذا، وكل العلوم هي متضايفة بعضها مع بعض، خصوصا يسمونها العلوم المساعدة، وهذه علوم لا لا هي علوم متضايفة، لأن المساعدة دي يمكن الاستغناء عنها. حتى كان في فكره سارت من 10 سنوات او كده ان ايه تجريد علم اصول الفقه من ايه؟ من اللغه ومن علم المنطق ومن علم اصول الدين، مش هيصلح، لا يصلح، لا يصلح ذلك التجريد، لان دي علوم ليست مساعده، علوم مضايفه لا يستغنى عنها، ومعنى المضايفه انه يتطلب كل واحد التاني، زي العلاقه بين الاب والابن مضايفه، فلا يوجد اب الا يوجد ابن ولا يوجد ابن الا يوجد اب. فلا يستغنى احد منهم على الاخر، والا لو لم يوجد اب خلاص ما فيش ابن اصلا. طب لو يوجد ابن يبقى ما في ابن، ممكن اب يبقى موجود لكن ما فيش مضايفه. فالمضايفه بين الاب والابن عدم استغناء اي الطرفين عن الاخر. هكذا العلوم انها مضايفه وليست علوم مساعده. لا يستغنى في العربيه عن فهم عن العربيه في فهم اي شيء في الشريعه. اذا كانت عندك عربيه كويسه، لغه عربيه متينه، لا تفهم وتفهم خطا. خلاص؟ ولذلك كان سيدنا الشيخ عماد عفاف عليه رحمه الله ورضوانه ما تمكن في العلم، ها، وكان مقربا واحد قراء سيدنا الشيخ علي الجمعه رضي الله تعالى عنه اجمعين، الا انه كان متمكنا في اللغه العربيه، فكان خريج دار العلوم وكان مستمرا في دراسه اللغه حتى بعد ان تخرج، وبعدين درس الشريعه، كان معنا في الكليه في نفس ما درسنا، وتخرج معنا، الا انه لتمكنه في اللغه تفوق وتقدم. ماشي؟ فلا يستغنى عن تلك العلوم لفروض اعيان او فروض كفايات.
أي شيء حصل لك من تحصيل علم الكلام والخلاف والطب والدواوين والأشعار والنجوم والعروض والنحو والتصريف غير تضييع العمر بخلاف ذي الجلال، بخلاف أنك انشغالك برب العزة سبحانه وتعالى، انشغالك بتحصيل القرب من الله تعالى. لكن هذه العلوم لو صحت نيتك كما ذكر في الفائدة قبل السابقة، لو صحت نيتك فيها لكنت إيه؟ جميلا الطبيب، أتعلم الطب حتى أرفع المرض والضرر والآلام عن المسلمين، نية قوية حلوة، أتعلم الطب بيها وأكون في إيه؟ رعاية الله وحفظه، وتبقى نية صادقة إن أنا أرفع الأذى عن المسلمين وما إلى ذلك، وأرفع الآلام عنهم وأزيل أمراضهم، فتبقى نية صادقة جميلة تصحح أنك تفضل في الطب طول حياتك. خلاص؟ فكل ميسر مما خلق له. كلام الشيخ كان بيحبك ايه؟ سيبك من كل حاجه وسيبك من العلوم الشرعيه واتجه الى انك تنفرد وتعمل خلوه وتحاول تحصل ايه؟ ان تنفي عنك الاغيار والايه؟ والسوى عن الله تعالى وتشتغل بانك انت ايه؟ تكون مع الله. لن يستطيع ذلك الا بالعلوم ديت. خلاص؟ فهي وكل ويسر لما خلق له. بخلاف ذي الجلال، اي لو قصدت ذي الجلال فهو المقصد. كما قلنا يوم ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، فتوجه نيتك واشتغل. ماشي؟ اني رايت في انجيل عيسى عليه الصلاه والسلام قال اني وجدت في انجيل عيسى عليه الصلاه والسلام قال من ساعة ان يوضع الميت على الجنازة، الجنازة خلوا الخشب الذي يوضع عليها الميت يحمل عليه، إلى أن يوضع على شفير القبر، لغاية لما يوصل للقبر، يسأل الله بعظمته 40 سؤالا. أن الله تعالى يسأله، يسأل الميت 40 سؤالا، أوله يقول: عبدي طهرت منظر الخلق سنين. عندك طهرت؟ طهرت؟ من باب التطهير يعني؟ ولا في لفظ اخر في عهد النسخ؟ طيب، طهرت منظر الخلق سنين وما طهرت منظري ساعه. يعني انت ايه؟ كان اهتمامك بالنظر الى الخلائق سنين عمرك كلها، وما نظرت الي ساعه. ولم يعني ترتقي بالنظر الي ساعه، انك تنظر الي وانا رب العالمين. وكل يوم ينظر في قلبك يقول: ما تصنع لغيري وانت محفوف بخيري. كل يوم من عمرك كان ايه؟ ها يقول الله تعالى ينظر في قلبك، ينظر نور عز وجل في قلب العبد، ويقول: ما تصنع لغيري وانت محفوف بخيري. يعني انت ليه بتمالي الناس وترائي الناس وما إلى ذلك، وأنا خيري عمك وأنا خيري عمك وأنت محفوف بخيري. لما تصنع لغيري؟ لما تصنع تتكلف الصنع من أجل الناس، ها؟ وأنت محفوف بخيري، أي بخير الله تعالى. أما أنت أصم لا تسمع؟ هل أنت لا تسمع القرآن؟ لا تسمع السنة؟ لا تسمع أن المراد من خلقك العبادة، وأنك ترجع بالإخلاص إلي وتفردني بالتوحيد والعبادة وتخلي نفسك عن السوى والأغيار؟ أيها الولد، في أسئلة ولا ماشي؟ في حاجة مش واضحة؟ أيها الولد، العلم بما عمل جنون، والعمل بغير علم لا يكون، واعلم أن العلم لا يبعدك اليوم عن المعاصي، ولا يحملك على الطاعة، ولن يبعدك غدا عن نار جهنم، وإذا لم تعمل اليوم، ولم تدارك الأيام الماضية، ولم تدارك الأيام الماضية، تقول غدا يوم القيامة: فرجعنا نعمل صالحا، فيقال: يا أحمق، أنت من هناك تجيء؟ أيها الولد، العلم بلا عمل جنون. رجع أن يركز على إيه؟ ودي المشكلة التي يسقط فيها كثير جدا من الخلائق، يتعلم ولكن لا يعمل.
كثير جدا يمكن 90% ان هو عنده علم لكن لا يعمل به. وقد يكون علم لفروض الاعيان، ايوه انا عالم ان الصلاه فرض عين وان يجب اصلي لكن ما يصليش برضه فيقصر في الاعمال، ده غلب احوال الايه؟ العوام. دع عنك امر العامه. العلم رجع مره اخرى يكرر ما ذكرناه في حلقه سابقه، ها علم بلا عمل جنون. بتحصل العلم ليه؟ مش عشان تعمل بيه ولا تحصله كده بس، اصل في علوم يعني تحصلها بدون عمل، وهي اصلا عمل القلب لانها من اعمال القلب زي الايمان. الايمان من اعمال القلب الا انه علم لكن لا يظهر اثره على الجوارح، لكن يظهر اثره على القلب. اذا في علم، لكن لو كنت واحد مؤمن لكن ما بيطيعش فعلم بلا عمل برضه. العلم بلا عمل جنون، والعمل بغير علم لا يكون. عمل بغير علم لا يقبل. في الحالتين علم بلا عمل يبقى هتسال عن العلم بتاعك يوم القيامه، ويسال عن اربع، ها اذا وضع الحسن القابل يسال عن اربع، وعلمه فيما عمل به، يسال عن علمه هل بما عمل به عمل بعلمه ام لا. العلم بلا عمل جنون، والعمل بغير علم لا يكون. يبقى ايه؟ طال فسق بدعه، ها؟ لأنه لا يكون العمل إلا بالعلم. فالعلم مقدم على العمل. واعلم أن العلم لا يبعدك اليوم عن المعاصي، إن العلم بذاته مش يبعدك عن المعاصي، إلا أنواع العلوم التي تجلب، ها؟ اللي هي تجلب حسن حال القلب، زي التقوى، الورع، الخشية، دي إيه؟ دي علوم. علوم أيضا ومكتسبة، إنك تكتسب التقوى، تكتسب الخشية، تكتسب الورع. تكتسب مراقبة الله تعالى، دي كلها أنت مطالب بتحصيلها في الدنيا، اللي هو هذا العلم الذي يتكلم عنه الإمام الغزالي في هذا الكتاب يعني. واعلم أن العلم لا يبعدك اليوم عن المعاصي ولا يحملك على الطاعة، مطلق العلم مجرد كده لا يفعل ذلك. ماشي؟ ولن يبعدك غدا عن نار جهنم إذا لم تعمل به. خلاص؟ وإذا لم تعمل اليوم. ولم تدارك الأيام الماضية، ولم تتدارك ما قصرت فيه من في الأيام الماضية إذا أنت ما عملتش اليوم، ها؟ ولم تتدارك ما فاتك من العمل في الأيام الماضية، تقول غدا يوم القيامة فارجعنا نعمل صالحا، فيقال لك أي لك يا أحمق، أنت من هناك تجي؟ أنت ترجع تاني للدنيا؟ ها؟ إني كتبت عليها ألا أنهم إليها لا يرجعون، ها؟ أنهم إليها لا يرجعون. طيب أيها الولد، اجعل الهمة في الروح والهزيمة في النفس والموت في البدن، لأن منزلك القبر، وأهل المقابر ينتظرونك في كل لحظة متى تصل إليهم. إياك أن تصل إليهم بلا زاد. قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، هذه الأجساد قفص الطيور واصطبل الدواب، فتفكر في نفسك من أيهما أنت. إن كنت من الطيور العروية فحين تسمع طنين طبلي ارجعي إلى ربك تطير صاعدا إلى أن تقعد في أعالي بروج الجنان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن من موت سعد بن معاذ. والعياذ بالله، إن كنت من الدواب كما قال الله تعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل، فلا تأمن انتقالك من زاوية الدار إلى هاوية النار. وروي أن الحسن البصري رضي الله تعالى عنه أعطي شربة ماء بارد فأخذ القدح فغشي عليه وسقط من يده، فلما أفاق قيل له ما لك يا أبا سعيد؟ قال ذكرت أمنية أهل النار حين يقولون لأهل الجنة أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قال أيها الولد، اجعل الهمة في الروح، اجعل عندك روح ذات همة عالية في الوصول إلى الله تعالى، بس حصل الهمة بقلبك، يا رب خربني، يا رب امنعني من معصيتك وزدني في طاعتك وقربني إليك، خلي عندك همة قلبية كده. والهزيمة في النفس، اهزم نفسك الأمارة بالسوء،
وألقي فيها بهزمها إلى الدرجة الأعلى، يعني كل ما تهزم نفس ها ترتقي إلى درجة أعلى، خلاص؟ أما تهزم النفس الأمارة بالسوء هتنتقل إلى نفسك تكون إيه؟ لوام، خلاص يبقى هزمت النفس أهو. اهزم النفس في درجاتها فترتقي إلى درجة أعلى. اهزم النفس اللوامة إلى أن تكون النفس إيه بعد كده؟ ها؟ لا مش النفس الملهمة. إيه تنتقل النفس من الأمارة إلى الملهمة، تلهم الخير وأصبح إيه؟ وبعد كده الملهمة دي يبقى لما أنت كانت نفسك أمارة بالسوء وأنت أخذت تأمرها تنهاها ها؟ وتذكر عن ذلك تنتقل إلى النفس إيه؟ لوامة تلومك على ترك على التقصير في الطاعة وعلى عدم وعلى ايه فعل المعصيه. تنتقل بعد كده ان ايه يندب منها الطاعه، يندب منها التقصير في الطاعه ويندب منها فعل المعصيه، عند ذلك تنتقل تبقى نفس ملهمه، اي يلهمها الملك ايه بالخيرات دايما ها، وتمتنع وتمتنع عن التقصير في الطاعه وهكذا، وتنتقل بعد كده تكون مطمئنه بالله. فكل ما تهدمها يبقى ايه الهزيمة في النفس، اهزم نفسك إلى أن ترقيها إلى نفس أعلى، ماشي؟ يبقى في نفس أمارة، نفس لوامة، وبعدين نفس ملهمة، وبعدين نفس راضية، ونفس مرضية، ونفس مطمئنة، وبعدين السر، سبع نفوس. واجعل الموت في البدن، إن يعلم كن تعيش كأنك بدنك سيموت. اجعل الموت في البدن. وده شأن عظيم ما يستطيعوش كل البشر، ان هي تعتقد انك في قبرك وانت عايش كده ها، وتتدرب على ذلك انك كانك قد مت وانتقلت الى قبرك، لان منزلك القبر في الاخر، منزلك القبر، واهل المقابر ينتظرونك في كل لحظه حتى متى تصل اليهم. اهل القبور بينتظروا اهل الدنيا، فهم الذين في الدنيا يذهبون ولا يرجعون ها الى القبور، وأهل القبور الصالحين فيما ينتظرون أهل الدنيا، ينتظرون إيه أهل الدنيا. حتى ورد في ذلك أن الرجل إذا الصالح إذا مات ها تلقته أرواح من سبقه من الصالحين فتسأله عن أحوال أهل الدنيا، هل فلان كيف حال فلان؟ متى تزوجت فلان؟ وأين ذهب فلان؟ بيسأل ثلاث أسئلة دي، فالملائكة تقول دعوه فقد أتى من كرب عظيم أو من هم عظيم. الملائكة إيه؟ تقول له خلاص الدنيا دي كرب وهم عظيم، فالملائكة تقول دعوه يتخذ أنفاسه فقد جاء من كرب أو هم عظيم. ويسأله عن رجل فلان أين ذهب؟ قال ألم يأتكم؟ فيقولون لا لم يأتنا، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، ذهب إلى كرب الهاوية، إن كان عمله سيء فما جاش للروح الصالحين دي وذهب إيه؟ به الى النار والعياذ بالله تعالى. لان منزلك القبر، لان منزلك القبر، واهل القبر ينتظرونك في كل لحظه متى تصل اليهم. اياك ان تصل اليهم بلا زاد، ما معكش عمل، الزاد هو العمل. ها؟ اذا مثل ابن ادم انقطع، اذا مثل ابن ادم ذهب معه ثلاثه ورجع اثنان وبقي واحد، ذهب معه أهله وماله وعمله، ويرجع أهله وماله ويبقى معه عمله. الزاد هو العمل، الأعمال في الدنيا. طيب. قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: هذه الأجساد قفص الطيور أو اسطبل الدواب. يعني الأجساد دي إما محبوس فيها طائر أو محبوس فيها إيه؟ أو محبوس فيها دابة. خلاص الدابة تميل إلى الحيوانية والطائر يميل إلى الإيه؟ إلى الطير في السماء والملكية يعني. فتفكر في نفسك من أيهما أنت. إن كنت من الطيور العلوية فحين تسمع طنين طبلي، حين تسمع الصوت الموجه إلى النفس ارجعي إلى ربك راضية مرضية، تطير صاعدا إلى أن تقعد في أعالي برج الجنان. خلاص كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهتز عرش الرحمن من موت سعد بن معاذ. لما مات سيدنا سعد بن معاذ وكان من سيد الانصار ها، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اهتز عرش الرحمن من موت سعد بن معاذ.
قالوا الشراح ارتد عرش الرحمن فرحا بلقيا سعد روح سعد بن معاذ، ماشي؟ فرحا بلقيا سعد روح سعد بن معاذ. بلقاء روح سعد بن معاذ. والعياذ بالله الطرف الناحيه الثانيه، ان كنت من الدواب يعني محبوس في هذا الجسد داب تميل الى الشهوانيه والى الارض والى النفس كما قال الله تعالى اولئك كالانعام بل هم اضل، فلا تامن انتقالك من زاويه الدار الى هويه النار، انك تنتقل من جنب بيتك الحته اللي كنت عايش فيها في البيت، ما هو انت ما بتقعدش في البيت كله مره واحده، بتقعد في جزء منه اللي هو الزاويه بتاعتك الحته بتاعتك اللي في البيت ده الى هويه النار والعياذ بالله تعالى. فالانسان جواه اما طائر واما حيوان، فنيل روح الملائكيه والطير عندك وتنزع عن روح الحيوانيه والشهوات والطمع والجوع والشهوه والايه والغضب وما الى ذلك. وروي ان الحسن البصري رحمه الله تعالى اعطي شربه ماء بارد، جابوا له كوبايه ميه برد، فاخذ القدح عشان يشربه فغشي عليه اغمى عليه وسقط من يده اي القدح بالاناء، فلما افاق قيل له ما لك يا ابا سعيد، كنيه الحسن البصري ابو سعيد، ها؟ قال ذكرت امنيه اهل النار حين يقولون لاهل الجنه افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله، ان دي امنيه اهل النار يقولون لاهل الجنه افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله. الامنيه الفرق كما نقول بين الامنيه والرجاء كما قلنا قبل ذلك ان الامنيه هي التمني من غير فعل والرجاء تمني بفعل، خلاص؟ وبعدين بعد ما تفعل تترك الامر لله تعالى كانك لم تفعل. طيب ايها الولد، لو كان العلم المجرد كافيا لك ولا تحتاج الى عمل سواه لكان نداء هل من سائل هل من مستغفر هل من تائب ضائعا بلا فائده. وروي أن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ذكروا عبد الله بن عمر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم الرجل هو لو كان يصلي بالليل. وقال عليه الصلاة والسلام لرجل من أصحابه يا فلان لا تكثر النوم بالليل فإن كثرة النوم بالليل يدع صاحبه فقيرا يوم القيامة. قال يا أيها الولد لو كان العلم مجرد كافيا لك، كان كافي يعني مغني عنك وتكتفي بيه، ها؟ ولا تحتاج الى عمل ينتج على هذا العلم سواه، ما تحتاجش الى عمل سوى غير العلم وتكتفي بالعلم عن العمل، لكان نداء هل من سائل، ما هو ايه؟ ينزل الله سبحانه وتعالى في الثلث الاخير من كل ليله الى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ كما ورد في الحديث أو فأتوب عليه في الثلاث روايات، هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ طيب، لكان هذا النداء ضائع لأن دي أعمال اللي هي قيام الليل أهو، واحد بيسأل يبقى بيسأل الله يبقى فاعل فعله، واحد يستغفر يستغفر لك في فعل. واحد يتوب الى الله يبقى في فعل بالقلب، فعل التوبه بالقلب وقرين فعل اللسان. فيقصد هنا ايه؟ ان لا ليس هناك الخطاب من الله تعالى الا مبني عليه عمل. فيجب ان تلتزم الاعمال بعد ان التزمت العلم بخطاب الله تعالى. في القران والسنه والاجماع والقياس كما كنا نشهد. ماشي؟ قال لو كان العلم مجرد ايها الولد لو كان العلم مجرد كافيا لك يعني مغنى عنك ولا تحتاج وكافي بمعنى الكفايه الاكتفاء به ولا تحتاج الى عمل سواه لكان نداء هل من سائل فاعطيه اللي هو ينزل النور عز وجل في الثلث الاخير من كل ليله فقل هل من سائل فاعطيه ان ايه؟ هيبقى النداء ده لا فائده له
لانك انت مع ما ما ازاي بيطلب منك العمل؟ ها؟ لان من سائل فاعطيه، ده طلب منك العمل بان تساله. خلاص؟ مش تعلم بس. وهب من مستغفر فاغفر له، يبقى طلب منك المغفره والمغفره عمل. وهب من تائب ها فاتوب عليه، طلب منك التوبه بالقلب وهي من اعمال القلوب. ماشي؟ كل دي اعمال. لكان ذلك لكان النداء من المولى عز وجل هذا، لو كنت بتستغني انت بالعمل بتستغني بالعلم عن العمل لكان النداء ده لا معنى له، كان ضائعا بلا فائده. لكن النداء يدل على طلب العمل سواء بالجوارح او باللسان. ها؟ سائل يطلب شيء بلسانه وبقلبه، ومستغفر يستغفر بلسانه وقلبه ايضا، وتائب يتوب بلسانه وقلبه. كان هذا النداء لا فائده له. فالنداء دل على ايه؟ طلب العمل بذلك، بانك تستغفر وتتوب وتسال الله تعالى، وهذا من الاعمال للقلب والجوارح. وروي ان جماعه من الصحابه رضوان الله عليهم اجمعين ذكروا عبد الله بن عمر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نعم الرجل هو لو كان يصلي من الليل. ده بيتكلم عن لا كان يصلي بالليل، ده بيتكلم عن ايه؟ النوافل. واضح؟ فالحديث الاول اللي هو هل من تائب هل من مستغفر هل من سائل، يشير الى حديث صحيح الذي اوله ينزل ربنا تبارك وتعالى الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخير، فيقول هل من سائل فاعطيه، هل من مستغفر فاغفر له، هل من تائب فاتوب عليه. والحديث الثاني بتاع سيدنا ابن عمر ها اخرجه البخاري ومسلم. وروي ان جماعه من الصحابه رضوان الله عليهم اجمعين ذكروا عبد الله بن عمر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نعم الرجل هو لو كان يصلي بالليل، اي يتهجد او يصلي قيام الليل، يعني يتكلم عن النافله مش على فرض. واضح؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد له نوعا من الكمال. نعم الرجل يعني هو افضل الرجال، الا انه يقصر في قيام الليل. بقيت الحديث فكان ابن عمر لا ينام من الليل الا قليلا، بعد ما سمع المقاله دي سيدنا عبد الله بن عمر كان ايه يقول؟ كان لا ينام من الليل الا قليلا. وقال عليه الصلاه والسلام لرجل من اصحابه يا فلان لا تكثر النوم بالليل، فان كثره النوم بالليل يدع صاحبه فقيرا يوم القيامه. لا تكثر النوم بالليل، فإن كثرة النوم، احنا الحمد لله دلوقتي يا جماعة احنا في عبادة إن شاء الله تعالى وفي أداء فرض كفاية وتعلم بل فرض عين. ها؟ إنما بنحاول نصلح قلوبنا لله تعالى. نوجه قلوبنا ونصلحها بالصفات التي يحمدها الله تعالى ويتقبلها منا. فاحنا في فرض كفاية، واحنا بعد الليل دلوقتي يعني ده قيام ليل إن شاء الله تعالى. خلاص؟ قيام الليل لما تكلم عنه العلماء في الفقه، الحمد لله بيشتغلوا بالفقه، يعني ده المادة الأساسية الرئيسية اللي أنا بدرسها يعني. فقال لك قيام الليل منها الذكر ها ومنها التسبيح ومنها الاستغفار ومنها كما قلنا السؤال لله والدعاء ومنها التوبه ها ومنها الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. كل من قيام الليل وانت نايم كده مريح بتصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده قيام الليل بعد العشاء. طالما هو بعد العشاء فيكون جزء من قيام الليل. فقيام الليل ليس له صوره واحده ها اللي هي انك تصلي فقط، لا، يتضمن اعمال كثيره واسعه من التسبيح والتهليل والاستغفار وسؤال الله تعالى والتوبه والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا لو قمت طبعا ده اساس قيام الليل، الامر الاعظم في قيام الليل ان تقف بين يدي مولاك ها وتقوم في خدمته بالقيام بالصلاه. والمعلوم ليه؟ لكن ذلك لا يقتضي ان هو الحال الوحيد، لا، ده اعظم الاعمال هي الصلاه. ماشي؟ وبعد كده يبقى كل الاعمال الثانيه ايضا هي من ضمن قيام الليل، حتى الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاه والسلام لرجل من اصحابه يا فلان لا تكثر النوم بالليل. وبعدين انت لو صليت بعد العشاء، ما احنا عايزين نوسع ونضيق. نوسع ازاي؟ صليت ركعه واحده بعد العشاء وقمت، تبقى انت قمت الليل. صليت ثلاث ركعات خفاف كده ورحت ضايع نايم، تبقى قمت الليل. لكن بقى نطوي سبح واكثر من الصلاه وكده، لكن في حد قال، لكن في واحد صلى العشاء ونام على طول من غير ما يسكت ولا حاجه، ده ما قامش الليل. لا صلى لا وتر ولا حاجه، ما قامش الليل ولا سبح ولا ذكر. لكن انت اي حاجه تعملها بعد العشاء من تسبيح وذكر وصلاه وصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم واستغفار، كل ده قيام ليل. ماشي؟ لا تكثر النوم بالليل، فان كثره النوم بالليل يدعو أن يترك
كثرة النوم بالليل يدع أن يترك صاحبه فقيرا يوم القيامة، يجي ما عندوش إيه؟ أعمل كثير خير، ها؟ فيكون حسناته قليلة فيكون كالفقير يوم القيامة. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه ها في سننه بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أم سليمان ابن داود لسليمان لا يبني لا بني لا تكثر. هذا نقول إيه عن سليمان ابن داود عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام والتشريف والإكرام والتعظيم والبركة. أيها الولد، ومن الليل فتهجد به، نخليها المرة القادمة. الملخص أنك أنت طالما أنك على طاعة الله تعالى ها، وأنك موفق، وأنك تجاهد نفسك وتحاول أن تخلص نفسك إلى الله تعالى، فأنت إن شاء الله سالك إلى الله تعالى، مرضي عنك من الله تعالى، نحسبك كذلك ونزكيك على الله، وأن مدارك أنك تعبد الله تعالى بالفرائض بس، وأنك تمتنع عن معصيته فتكون في طريق السالكين وتكون من الناجين. وليس الأمر أن أنا أكرر على نفسي شيء كثير. اقبل على الطاعة وزد فيها بقدر ما تستطيع مع الترفه والإحساس بالجمال والإحساس برضا الله تعالى، وليس المطلوب أنك تضغط نفسك ضغطا شديدا وتأطرها وتجبرها على ذلك. من مثال ذلك أن في رجل كان يشرب الماء الساخن رغم تمكنه من الماء البارد، فواحد من الصالحين قال إيه؟ لأن تشرب الماء البارد فتحمد الله من قلبك على الماء البارد خير لك من أن تشربه على كزازة النفس، من أن تشرب ماء ساخن متضررا به. خلاص، طالما ربنا يسر لك خير يسر الخير، واستعن به على طاعة الله تعالى واجعله سببا في الطاعة والقرب من الله تعالى. والله تعالى أعلى وأعلم وعز وأجل، وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.